السلامة على رسول الله ما بعد. نتكلم عن سنن الفطرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله عز وجل الله تعالى عبر إنسان ذا إذا قلش قاد تيجش لك قلقان ناس لتورو سوزيمس. يعني هي سنن والله سبحانه وتعالى فطر عليه الخلق. يعني سنن الفطرة ديجنمس الله تعالى عبر آدم جاء أشون أسان قلش قاد يول كستبادي يعني أشو أدمنا قلش قاد أشون غا يرطي. لكن بعض الناس يعني انقلبت نصر عليه السلام عندهم غير هذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. لكن بعض الأدم لا أشو فطرنا يعني فطرتنا أزجرت لتي. تقليم الأظافر. شو أنا نشيل مثلا أزنا قول ديكي كبوت نوكي. تمخ. تمخ لاني إليش. نعم ونتف الإبط. هم شو نقوله أزنا قولتنا فطرنا إليش. وحلق العانة يعني حلق الشعر الذي ينبت حول القبل. هم شنقله أولدك يا أوردنا مشورست أتكن تكنجو إليش. نعم هذه لا تترك أكثر من 40 يوم. بوناس لا قرخ كند جقة قوصة بوميدو. نعم كذلك حف الشارب إنه لا ينزل على الشفة. هم شنقله بروتنا إليش. وإعفاء اللحى. هم شنقله سقان قيوش. والختان. الختان بالنسبة للرجل واجب وبالنسبة للأنثى سنة إن احتاجت لهذا. هم شو نقوله سنة فطرة بغى الناس خد نقلش. أرجع قرطة بوصا واجب بول بيسابندو. أما أي الله قرطة بو أجر حاجة بوصا مستحب بول بيسابندو. نعم والله أعلم. الله يخشى من بيجدو.